عندك محاور الطرق اللي هي بتضم مدينة 6 اكتوبر، يعني ربط مدينة 6 اكتوبر بالقاهرة والجيزة، الطرق الدائرية، المحاور الطرق الداخلية، عملنا لها خطة تنمية حضرتك يعني حوالي 6 محاور، يعني المحور وسط دهشور الشمالية، يمكن سيادتك كنت بتمشي عليها قبل كده، دلوقتي المستثمرين وكل اللي بيروحوا مدينة الإنتاج الإعلامي بيمشوا عليها دلوقتي كده، طورناها وعملنا كوبري جهينة اللي هو تقاطع المحور مع وسط دهشور الشمالية، الطريق الدائري اللي بيربط المناطق الصناعية بالطريق الدائري اللي هو المتنفذ، الطريق الواحات حضرتك عملنا له برضه خط التوسعه وحوالي اكتر من 7 كباري واتنين نفق تقاطع مع الطريق الدائري مع محور الواحات، وعملنا له حوالي في الخطه دي طرحنا 6 كباري مشاه، في حضرتك محور جمال عبد الناصر، في محور وسط دهشور الجنوبيه اللي هيربط على الطريق الاوسطي، كل ده اتنفذ؟ كل ده حضرتك اتطرح ساعه ما انا كنت موجود وبدا تنفيذه، والاخوه اللي هم تولوا مدينه 6 اكتوبر بيكملوا التنفيذ دلوقتي. طول الوقت بنسمع المستثمرين بيشتكوا بينادوا بمترو لمدينه 6 اكتوبر. ما انا هقول لسيادتك برضو من ضمن الخطه اللي اتحطت حضرتك اللي هو ربط مدينه 6 اكتوبر بوسط البلد. ده اللي هو خلاص المنوريلي دلوقتي لو سيادتك بتتابعي في الجرايد دلوقتي كده، ساعه ما كنت انا هناك بدانا تصميمه المكان بتاعه والمسار بتاعه وبدانا الطرح ودلوقتي الطرح ووضع له خطه للتنفيذ. احنا بنتكلم في ده بقالنا تقريبا كده 10 سنين. انت بتتكلمي في مليارات الجنيهات حضرتك في مشروع ضخم جدا هيربط وسط، يعني هو في مترو اللي هو المونوريل اللي هيربط اكتوبر بوسط البلد، والمونوريل اللي هيربط القاهره الجديده والعاصمه الاداريه برضه في بوسط البلد، دول خلاص اتطرحوا. بس في مدن جديده بتتبني وبتحصل على مزايا اكبر بكتير من المدن اللي شغاله، ايه اللي بيحكم الموضوع؟ لا ما اللي بيخلي النهارده مدينه سيادة يكون عندها مزايا كبيره جدا وممكن يكون حجم سكانها او حجم الاستثمار فيها مش بالشكل الكافي، في حين ان انا عندي مدينه فيها مستثمرين وفيها صناعه وفيها مواطنين الخدمات فيها اقل. لا هو حضرتك ما هي خطه هيئه المجتمعات العمرانيه، المدن في مدن قديمه قرارها الجمهوري من يعني من 30 سنه ومن 35 سنه، وفي مدن مستحدثه. المدن القديمه دي حضرتك يعني سياده الوزير عملنا خطه لتطوير كافه المدن القديمه زي برج العرب و6 اكتوبر والعاشر من رمضان والسادات والحاجات دي كلها اللي هي المدن اللي هي كانت اللي هي المرحله الاولى من المدن. صحيح. بنعمل لها خطه تطوير وبخطه التنميه وبنتلافى ذلك في المدن الحديثه بقى، يعني انا مثلا مدن بتحتاج بعد ما اتنفذت وبقت فيها تكدسات سكانيه بتحتاج زي ما تقول سيادتك مترو، بيحتاج حضرتك مواصلات، بنراعي هذا في التخطيط الجديد للمدن الحديثه علشان ما نغلطش نفس الغلطه اللي احنا غلطناها في المدن القديمه. فالمدن اللي هي حل مشاكل المدن القديمه بتبقى تكلفتها اكبر؟ لا ما هو سيادتك عادة حضرتك احنا كهيئة مجتمعات ما بنسيبش، يعني مثلا حي مثلا زي اللي احنا حي اللي احنا فيه الجهاز ده بتاع برج العرب، الحي الأول مثلا ده حضرتك منشأ من مثلا 30 سنة ولا 20 سنة. أنا بعمل له لما بدرسه المرافق بتاعته والطرق بتاعته وبعمل له خطة تطوير. بالإضافة إن أنا بعمل أحياء جديدة وبعمل لها المرافق بتاعتها وبنية تحتية بتاعتها، وبستفاد برضه بالملاحظات اللي انا لقيتها مثلا في الحي زي الاحياء القديمه بتلافاها في الاحياء الجديده. فدي كل المدن، يعني ما فيش مدن حضرتك بتحظوا باهتمام معين ومدينه بتحظوا يعني ايه مدن جيل يعني رابع؟ يعني جيل رابع حضرتك احنا المدن جيل اول وثاني زي اللي احنا المدينه اللي احنا قاعدين فيها دي برج العرب والسادات والعاشر من رمضان و6 اكتوبر دي جيل اول. في جيل ثاني حضرتك ده حضرتك اللي هي المدن زي العاصمه الاداريه، العالمين الجديده، المنصوره الجديده، سوهاج الجديده، غرب بورسعيد والحاجات دي كلها.